كلام الله يا إخواني يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. الله. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كلام الله، تدرون أنه كلام الله يحيي الأموات؟ الله. إنسان كان ميت القلب، قلبه ميت، فيحييها الله بكلام الله. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. أهل العلم يقولون في هذه الآية ميت القلب، والإنسان إذا كان ما يذكر الله هو ميت أصلا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فهذا كان بعيد عن الله وكان قلبه ميت، فسمع آية أحياها الله. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.